ستيغما هي الوسمة اللي بتلحق الأشخاص اللي بيعانوا من الاضطراب النفسي بمجتمعاتنا. يعني فكرت يعني وحطيت هيك حبل بمروحة وفكرت إنه انتحر وارتاح من حكي كمان بهاي الحلقة من ستيغما 2 الطفولة كانت رائعة، ولكن خلينا نسمع مؤمنة ليش وصلت للانتحار وكيف تعاملت مع الوسمة. بابا تعال شوف ماما عم تتمرجح على المروحة. شو عم تتمرجح على المروحة؟ أنا مروحة هاي؟ المروحة هي اللي بالسقف بابا. لك شو عم تحكي انت؟ بعد هيك لشوف. مؤمنة مؤمنة وي عليكي، لك شو عم تعملي بحالك؟ بدي موت وقلص، بدي موت وقلص من الحياة. والله العظيم انك مجنونة. اصلا نحن هذا اللي نابنا من ورا روحاتك لعند الدكاترة، العمل اللي ضربك. بدي لك شو عم تعملي بحالك؟ بدي اني عم حط سم لمرتك التانية. انا بدي حط سم بالاكل. ما كان قصدي غير الحكي. انا فوق كل الهم اللي بيني بدي موت. حسبي الله ونعم الوكيل. بدي موت وخلص من هالحياة. انت تاني شو عم تعمل هون؟ بابا روح نادي لجارنا الدكتور بسرعة. لك أوام يلا بسرعة. والله كانت طفولتي حلوة كتير. أول شيء أنا كنت أنا وأختيته يعني كتير متفقين بالبيت وبالمدرسة، وبحب المدرسة كتير، وبحب جامعتي. يعني أنا كنت من لما كنت صغيرة أدرس بجامعة شريعة، أروح أحضر حلقات قرآنية. الشيخة الموجودة كانت بتقربني يعني بالضيعة، وحبيت هالمجال استمريت فيه حتى لما أني صار عمري 5 سنوات، يعني من 5 سنوات وفوق. يا ربي درسنا سوا للصف السادس أنا وياها، كانت طفولة يعني ما بتنتسى أبدا، كتير حلوة. للصف الخامس نجحنا على السادس، درسنا كمان بنفس المجال أنا وياها وانت عمي، كانت زيادة معنا 3 أشخاص بنفس المقعد بنفس المدرسة. كانت حياتي كتير حلوة لما كنت أنا وأختي مشتركين بالبيت. إنه مثلا مثال بسيط، أنا مرضت إيدي وجعتني، هي بيكون إجرى بنفس الوقت بتلاقينا بنفس الوقت بفرشة واحدة مرضانين. مثلا هي مرضانة مقربة أنا مقربة، نتفق كتير يعني الشيء اللي بدي إياه بتساوي من دون ما أقل عليه، وهي كمان بنفس الوقت الشيء اللي بدي إياه أنا بتساوي من دون ما أقل، ما بتفرقين عن بعض أبدا. هلأ أنا صار يعني معي حادث، صار في عندي إنه بسناني القداميات إنه في كسر وعالجته. يعني هلأ هالشي اللي ميزني عن أختي بهالعمر، كمان قبل ما حدا يعرفنا، حتى الأستاذ اللي بالمدرسة حطونا طبعات عاجبيننا كل واحدة شكل مشان يعرف اسمائنا. وكنا قلت لك متعلقين لحنا بجامع من لما كنا صغار، متعلقين بالجامع. درست أكتر مني، بتحب تقرأ قرآن وتضل معزولة لحالها أكتر مني بكتير، أكتر ما بتتصوري. لا أنا بالنسبة لي بقرأ قرآن يعني وقت اللي بيكون عندي فضاء، لما بتخطر عبالي أي آية هيك بيكون عم بشتغل، حتى بيكون عم بشتغل بالشغل بتخطر عبالي آية بقرأها. بس هي لا، كيف من تحركت بتقرأ قرآن؟ إذا بيكون بركة مع الجماعة يعني بتسهب الحكي هيك معانه بتصير بتقرأ قرآن. إيه هذا الشيء أثر عليها إنه ما له خلطة بالناس. أنواع اللعب اللي نلعبها، أبسط الشيء إنه اللي بيحفظ بالكتاب أكتر، اللي بيعرف بالإملاءات بيحفظ الإملاءة من مرة واحدة. في ألعاب نلعبها مثلا طميمة، ألعاب طفولية، طميمة لقيطة، نلعب مغيطة، نساوي من خيطان نساوي شعر لعبة هيك. منجحت من صف السادس لصف السابع. بعد ما نجحت لصف السابع اجاني تقدم لي عريس، انخطبت. انا عندي 4 بنات و5 شباب غيري انا واختي التوأم. ولما صار معنا هيك يعني
إنه أنا تجوزت وهي تجوزت، كمان هي تجوزت بسن مبكر بسبب إنه صار عند أخي مرض انفصام، فيعني كمان صار علينا وضع حرج بالبيت، ولهذا السبب تجوزنا بسن مبكر. يعني بتردد عليهم كتير لأنه بيركي لحالي، بقول يا ريتني ماني متجوزة لا أول مرة ولا ثاني مرة، وتماني ضل أخدم أبي وأمي وعيش تحت أمرهم أحسن لي. يعني صح كانت كمان حياة حلوة إنه صار عندي أولاد وصرت أم، بس بنفس الوقت صار علي ضغوطات كبيرة ومشاكل كتيرة، هذا أثر علي. مع أمي تعامله كويس، بس هو معه إعاقة بالسمع، يعني الصراحة في عنده قلة سمع، بيعلي صوته كتير، بتم هيك متضايق أنه لازم أنه يكون صوتك واطي. هو كان من زمان فترة 11 سنة كان بحاجة لسماعة أنه ليسمع فيها، وما قدم يعني ما قدر يجيب هالشي هذا الاحتياج. المهم بس هي الشغلة اللي بيتناقروا عليها. المرأة يعني بالنسبة لأبوي الاحترام للأم أو للزوجة كتير كتير أساسي. يعني هلا بما أنه أنا عم بتعذب مع زوجي، قال له أنا صار 35 سنة عايش أنا ومرتي، ما بعرف حالي رفعت إيدي وضربتها أو عليت صوتي بوشها. يعني هو بالنسبة له أنه صوته عالي، بس لأنه مع إعاقة بالسمع بيحب العالم تعلي صوته مشان يسمعون. أخواتي كمان كتير حبابين علي وأنا بقدرهم كتير. حتى أخوي هذا اللي قلت لك هلأ، من كام نهار من الضغوطات هيك اللي عم تأثر عليه طفش من البيت، كتير كتير يعني حبابين علينا كتير أنا وأخواتي كلهم. زوجونا صغار لأنه أنا كنت بالصف السادس، أخوي تخرج على مدرسة باليعروبية يقطع بليتات للطيران، إيش المجال ما بعرف بالضبط، حب وحدة، وهالوحدة اللي حبها ما بتناسب بيئتنا، ولا هي بتقدر بتتجوز، يعني إذا طلبناها بتقدر بتتجوز لعنا لأنه ما من طبيعتنا ما من إسلامنا. حبها كتير تعلق فيها، فلما شافوا شباب إنه تعلق فيها وهي حبته صار يتعرضوا له للضرب على رأسه. لما تعرضوا له على الضرب على رأسه أثر عليه، لما أني أثر عليه انشق من على الجيش، أهلي طالعوا من على الجيش ومن المجال اللي هو فيه، وأخذوا على دكاترة كتير كرمال يعالجوا، بس ولكن هون كان فايت الأوان، صار معه انفصام، صار يعني الصراحة ما يعرف يركز كتير، خصوصا وقت اللي بتجي النوبة يضرب أبوه يضرب أمي، مع أنه أمي ما أكلت ضرب من أبي أبدا، ولا خواتي البنات والله. يعني قبل ما يصيبه هيك المرض لأخي أجا من اليعروبية لعندي حتى قال له أنه هاي أختي الغالية علي، ما بحسن اتركها بوقت زفافة، بدي روح أحضر زفافة. أخذ إجازة وأجا بنص الليل. كتير كان حنون علينا، أحن أخ هو علينا، بس لما صابه هيك الانفصام ما بقى يعرف يركز مين أخوه ومين أمه، صار يحكي كلام غير لائق لأبي وأمي ويضربون، يضرب أخواتي. يعني كان كمان أنا عندي أخت أرملة جوزة استشهد، أثر علينا كتير. يعني كنا لحنا ثلاث بنات في البيت وهي هاي الأرملة، أثر علينا كتير. صار أبي إذا تجي النوبة لأخي يقفل علينا الباب يقول بس اقرأوا قرآن وخليكم بالبيت، أخوكم موبوع يوم شان ما يؤذيكم أو يأثر عليكم أو لا سمح الله يساوي شيء ما كويس، لأنه ما بوعيه. حتى أبوي ما يحسن له أكثر من أنه صار يطالع عظام جدي أبوه لأبوي من المقبرة، يروح يمسك كبل الكهرباء ما يحس حاله، كتير شغلات. هذا الشيء خلى أبوي يزوجنا صغار. أنا تزوجت قلت لك الشيخ اللي كنت أدرس عنده بالجامعة بيكون جوز خالته لجوزي، وهي تجوزت لواحد ضربته شظية براسه، عين مضرورة من عيونه، كمان حالته صعبة كتير جدا جدا لهلأ بتعاني منه، بس ولكن ظروف أهلي هي اللي جبرتنا، أو ظروف أخي اللي صارت معنا هي اللي جبرتنا نستقر على هذا الوضع وهذا
الصعوبة اللي عايشينها. بتم أبي وأمي هن بيعرفوا أكتر مننا، ولو ما كان هو مضطر إنه يزوجنا عبكير لأنه في يعني شيء أثر علينا، ومشان ما يأثر علينا زيادة جوزنا لهيك. اضطرينا نسكن نبيع الدار اللي احنا كانت يعني أعظم شيء بحياتنا، اضطرينا نبيعها نسكن بمخيم كرمال نكون بعيدين عن هالناس وما نعمل مشاكل في الحارة اللي احنا نوجدنا فيها. جوزت أول جواز هي قلت لك إنه كانت عبارة عن إنه الشيخ اللي كنت أدرس عنده هو اللي قال لي إنه جماعة كويسين وما في منهم حبابين. اتجوزت أول سنة، ثاني سنة ما في شيء، صار هالمشاكل هيك في سوريا والظروف، صار يروح على تركيا. أول سنة قلت يلا معلش خلي يروح مشان يأمننا معيشة، كان عندي هون بس بنت، خلي يأمننا معيشة إلي ولهالبنت، وبلكي بنقدر نطلع عن البيت اللي احنا عايشين فيه بيت للعيلة غرفة واحدة وإني عايشين معنا. لما طلع على تركيا صار يتعلم شغلات ما كويسة، صار يسيء إلي بالمعاملة إنه يضربني كتير، يتهمني اتهامات باطلة. صبرت، إجا أول فترة، تاني فترة، فترة عدت حملت بصبي التاني، راح فرد سحبة سحبة بتركيا 9 سنوات فرد سحبة. إنه أنا أولادي مريضين، هو ما قلت إنه والله ما يشتغل أو ما عطل عن الشغل، لا، بس كان ما يعطيني حقوقي أنا أولادي، يعني من مصروف من مرض. أنا أبني هلأ بسقي شراب دباكين وأكثر من كذا حب إنه لأنه مريض، ما يتعرف علي بأي شيء، اشتغل بفاعل، اشتغل بتعزيل بيوت، المهم ما أخرب بيتي. يعني هو كانوا عندي بس طفلين. بعد 9 سنوات رجع برك 15 نهار. بعد 9 سنوات علقت بولد، الولد اللي علقت فيه هلأ صار عمره تقريبا 2.5 سنين. وكل يوم مشاكل، يحكي كلام مع بنات مو كويس، خطب كذا مرة علي وهو بتركيا وطلع، اتجوز ورضيت بجيزته. بس لما كنت حامل، يعني مالي 15 نهار حامل، قال بده يتجوز، قلت له روح اتجوز، ما انت هيك مالك سائل علينا وعادي. ابو محمد صاحب البيت بدها الاجر، وصل لكذا يوم عم تبعث لي، شو بدنا نعمل؟ هي علينا، امتى بدي اخلص من هالموال انا؟ يعني انا شو بعمل؟ عم اشتغل فاعل بالارض وعم ربي الاولاد وعم ساوي كل شيء بالبيت، شو بدي اعمل فوق كل هدول يا ابو محمد؟ ليك يا عيني بتدبري حالي، انا ما دخلني، مو عم تشتغلي حضرة جنابك؟ دفعي من اجرتي. من اجرتي؟ من اجرتي قلت لي؟ انا كل شيء عم اخذه بالنهار يا دوب 50 ل100 ليرة، هدول شو بدهم يكفوا مصروف بيت ولا ادويه الاولاد؟ لا وهذا اذا بدك كمان وقت بشتغل كل النهار، اذا كان بس غسيل فجل ما بيعطوني فوق ال50 ليرة. قال اجرتي، قال عم تتمسخري علي؟ لك انت امتى امتى بدك تتعلمي تحكي مع جوزي؟ ما عم بتمسخر. قولي ها؟ لك ايه بتقولي؟ ايه تضرب انت وياها؟ تعال عن الولاد، تعال عن وانت وياها حتضرب ماما، حتضرب، بدي امعشكم معش لسه لتتعلموا الادب والاحترام والذوق والفهم. الله بعليني الدواب، الله بعليني الدواب. انا همنا يعني بما انكم ما عم تقدروا تدفعوا ايجار البيت، بس هيك شوي هي انا جبت لكم صاحبة البيت، يعني خلوها عندكم، قوموا فيها لو ما الله يجعل عليكم. كمان بدي قوم ببركة كبيرة وباركة. يا الله دخيلة، طلع هذا طبع انه يعني خلص قلت الاهتمام، طبع الكلام الما كويس، قلت الاحترام، اهماله لاطفاله،
طلبت الطلاق منه وطلقت، يعني طلقني بسهولة لأنه تنازلت له عن كل شيء بس أحوي الأولاد. حويت الأولاد، الأولاد هني موجودين معي. بعد سنة سنة ونص تزوجت. الشخص اللي تزوجته قال إنه بيقبل فيني إنه كأنا متزوجة وعندي أولاد، هو ما عنده أولاد، معه إعاقة يعني ما بيحصل على أولاد. لما تزوجته قلت يلا بس المهم ربي أولادي ويصير لي غطى وسند إلي يعني قبل أولادي، الله مهيئ لهم لأولادي وعبرزق الله عبيرزقني وبشتغل وبقدم لهم. لما تجوزت كمان صار علي كتير كتير صعب، يعني يقول لي لو ما بتحبي زوجك ما بتخلي أولاده، لو والله يعني منيح معك كنتي لتتمي معه، عبيهتني. هذا الشيء كمان أثر علي كتير، يعني كنت قبل بمصروف إنه مثلاً إنه أنا أصرف على أولادي وبركي عن زوجي الأولي ومجبور في أولاده، معروف إنه ماني متجوزة قبل منه. بس ولكن لما تجوزت الزواج الثاني أثر علي إنه تركت زلمة، من حكي الناس أثر علي تركت زلمة وتزوجت واحد تاني وعب تحوي الأولاد وبتحب هداك وبتحب هاد، إنه عنده شغلة عادية ما عنده شعور بهاي الشغلات الصعبة. كتير ناس بيحكوا إنه علي إنه من هالتصرفات اللي عم بتصرفها، بس ما بيعرفوا إنه في شيء جبرني لحتى اتزوج مرة تانية من حكيهم إنه طالعة فايتة رايحة على دكاترة، هذا الشيء ما بيناسبنا، لازم يكون متزوجة. وهو وافق على الأولاد بفترة الزواج، ولكن هلأ ما بيتعرف علي لا إلي ولا لأولادي، بيعاملني معاملة سيئة. وفوق من إنه مصاريف زوجي، هذا الشخص الثاني اللي تجوزته كمان بيطلب مني حق الدخان، إذا ما أمنت له حق الدخان بيضل بيهتني إنه بالطلاق. يعني حتى لو طلقني أنا بالعكس برتاح منه من معاملته وضربه إلي وإهانته لإلي ولأولادي، بس ولكن ما بيطلع شيء بإيدي. صراحة أنا ما كنت استرجي أحكي قدام أي حدا ولا أقدر أحكي قدام أي شخص، لأنه يفهموا موضوعي غلط، يعني يفهموا أنه أنا عم بحكي لهم مشاكلي ليساعدوني، أو عم بحكي لهم مشاكلي لحتى يطلقوني من زوجي الثاني. فهذا الشيء كمان أثر علي. مين؟ مؤمنة؟ خير خير، شو صاير معك؟ خير الله يخليكي جارتنا، الله يخليكي، بس بدي زوجك يوصلنا على هذا المشفى القريب أو على المشفى اللي بالمعرة، والله ابني صار له 6 ساعات عم يختنج، عطيته الدواء وما مش الحال. الله يخليكي يا جارتنا، الله يوفقك. أي لحظة 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 جارتنا، رح اندهله دقيقة، استنيني. قوم جار السعد والهنا، قوم شوف إيش بدها منك جارتنا بنصاص الليالي، الساعة 2 بالليل عم تدق علينا الباب، قال ابنا مرضان عم تتحجج فيه. يا الله ونعم الوكيل. جار الرضا، ولك شو عم تحكي يا بنت الحلال، طولي بالك، لك الله يعين العالم. أهلين 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 جارتنا، والله بدك ما تواخذيني بس يعني سيارتي ما فيها بنزين يوصلنا، ما تواخذيني دخيلك. ايه كتر خيرك جارنا، والله لو ماني بحاجتك ما كنت طلبتك. على كل إن كأنه وصلتني، مو مشكلة، شكراً إلك ولمرتك. ما تواخذينا جارتنا، ما تواخذينا، الله يخليك. على كل إن بتمنى رد لكم المعروف إلك ولمرتك شي يوم. هداك الموقف ما بنساه لموت. صار في عندي وجع راس كتير كتير يأثر علي، وفوق الوجع الراس إنه حكي الناس، وفوق هذا كله إنه معاملة جوزي، فوق هذا كله بالتفكير إنه كيف بدي أمن لأطفالي، كيف ما بدي أحسسهم إنه الشخص اللي أنا عايشة معه هو زوجي الثاني، إنه منيح معهم بس هو عم يحكي هيك لأنه متضايق، لأنه ما عنده أولاد، لأنه معه إعاقة. يعني ما أريد أخبر أولادي في هذا الشيء، بس ولكن هذا الشيء أثر علي إلي كتير كتير. يعني ما نام ساعة بالليل، يعني تخيلي شغل النهار وقهر وتعب وتفكير، وتجي آخر الليل ما تقدري تنامي لك ساعة.
يعني والله بحس أنا بالذنب، ما بخبي عنك، بحس بالذنب كتير لأنه مقصرة تجاه أطفالي، كان من أدوية أوقات ما بعطيهم هني لأنه غاليات كتير، يعني إذا ما تأمنوا لي بالمجان ما بقدر بعطيهم يوم. من تياب عيد هداك العيد الصغير والكبير ما اشتريت لهم ولا قيمة جراب يلبسهم. جيت لهون على المشفى، أنا صارت ولادتي في هذا المشفى، جيت لهون على هذا المشفى لأخذ شهادة ولادة وسجل على دكتور داخلية. سجلت على دكتور داخلية أعطاني إحالي لعند الأنسة، ولكن هي رشدتني الصراحة إنه طولي بالك، قلت لك إنه طولي بالك لازم تستمري، ولحنا يعني كلحنا هون لنسمع معاناتك. بس أول شيء أنا كنت يعني الصراحة ما بخبي عن حضرتك إنه كنت خايفة إنه مثلاً ما أجي أحكي له وتحكي لأي شخص تاني، أو ما أجي أحكي له وجوزي يعرف في هذا الموضوع، أو تفهم موضوعي غلط. لما أني جيت لعنده وسمعتني ووافقت إنه تكون معي بهالظروف هاي، إنه بس تسمعني، أنا ماني رايدة، قلت له ماني رايدة منك أي شيء، حتى إذا حكيت معك هون تنسي كل شيء. بس طلعت، بس أنا جيت لأحكي لك همومي وأقدر لي يعني تقدر الظروف اللي أنا عايشتها، بس تسمعين، ما بدي شيء أبداً أبداً منك. لأنه كتير الناس اللي بيجي لعندهم أو بيجوا لعندي يا ربي وبروح بشتغل، أنا قلت لك بالأرض أي كلمة بحكيها بحسوا فيها أنه معنى كبير، بيعملوا له قصة، بيعملوا له بوهرة، هذا الشيء أثر علي. ردة فعل أمي وأبوي أنه المعيشة كمطلقة، حتى هن ما ردوا للزواج الثاني، والصراحة ما بخبي عنك شيء، لأنه بجوز بأي وقت أنه يعني يقدروا يساعدوني وارجع أطلق من هذا الشخص الثاني، أطلق منه لأنه معاملته سيئة كتير، أكتر من أنه صار يضربني عيني، يعني ضربه يألمني مثل يسبب لي أنه قلة شوف أو هيك شيء، أو يضربني على كتفي، آخر مرة ضربني على كتفي صار ما بقى أحسن شيء لأكتر من كيلو بإيدي. يعني لو ما بيعرفوا أنه كتير عبعاني ما كنت طلبت الطلب من أول شخص، والتاني كمان يعني لأسوأ، هن رادوني أنه ما أتجوز الصراحة، رادوني ما أتجوز جيزة تانية أو ما أترك أولادي أول مرة، جوزي أول مرة. إيه بس معاملته إلي وأهلي شايفين هذا الشيء، قالوا لي من يعني حقك، لحنا ما بنقدر بنجبرك شيء، يعني أنت اللي عايشة بهذاك البيت مو نحن. في موقف ألمني أكثر شيء، اتهامات زوجي إلي، يعني أنا صبرت معه 13 سنة الأول، صبرت معه 13 سنة على الحلوة والمرة، وقضيت المحدة الذاكر ما لما أطلع من بيتي وأطلق، هذا الشيء أثر علي كتير، كان أصعب موقف إلي، مو لأنه طلقت منه وخسرته، لا، لأنه وثقت فيه، لأنه درت بالي على أولادي، لأنه هيك يعني كيف بدي أقول لك، أمنت له، أنه قلت يعني لازم ساعده وكون سند له واصبر عليه أكتر من اللازم، بس هو طمع كتير في تصرفاته معي، يتهمني أنه أنا أضرب حالي، يتهمني أنه قلت لك هو كان متزوج، يعني تزوج علي، يعني كتير حبابة، كمان عمره 19 سنة، شو ذنبه تطلق وترجع تتجوز شخص عنده 3 أولاد وتارك مرته وولاده؟ لا مرته وولاده ما كان منه خير، بده يصير له خير، بده يصير له خير له، يعني يكون حنون عليها بنهار وليلة، هذا الشيء كمان صعب، وهي ما يعني متقبلته، بس في ظروف بيكون جايبرتها، لأنه حطني بهالموقفين صعبين الصراحة. مخططة لقدام أنه أطلق من هذا الزوج الثاني، خلص منه نهائيا، وكل شيء اسمه زواج على وش الأرض، احترامي للجميع، وأبرك وأترك هالخرابة اللي أنا باركة فيها، أبرك بخيمة أنا وولادي، إذا طلعت على الشغل سكرت عليهم باب الخيمة، أعرفهم هن بخيمة مو بخرابة، أي دقيقة تنطب عليهم حيط من حيطان هالدار الموجودة أو حدا يطف عليهم، وأخلص من مصاريف هالدواء اللي كل ما شيء بضطر إنه ألزق للمجاني، لأنه ما معي أدفع، يعني أدفع حقه،
يعني أنا لو كون مثلاً لا تواخذني بالكلمة عندي باب رزق مثلاً إنه تعيش منه أنا أولادي وما أطلع على الشغل وتم جنب أولادي وعيشهم مدارس وأعطيهم كل طلباتهم أحسن لي من معيشتي مع هالمجتمع هذا كله. يعني أنا لما مشوف إنه قادرة أكون جنب أولادي وكون سند لهم بالواقع اللي أنا عايشة فيه بهالمجتمع هذا بلاقي يعني كتير شعور حلو إنه عايشة مع أولادي ومأمنت لهم طلباتهم. مو أقول لك إنه متعقدة إنه خلص ما بسمع من شخص تاني، لا، بحب حدا يرشدني، بحب حدا يعطيني شغلات هيك استفيد منها، مثل إنه مثلاً لا ما لازم تنتحري، لازم تتمي متابعة في هذا شيء كويس أنت عم تقاومي قدام أولادك، يعني حتى أجر عند الله كتير كويس، يعني كلمة حلوة ترجع تفكيري 120 درجة. أنا بالنسبة لي هلأ أنا معي ديسك برقبتي، خسيلة السداج بيأثر علي، شغل الفاعل بيأثر علي، إنه شيل شنطة بطاطا 25 كيلو على كتفي هذا كتير أثر علي. بتمنى يكون إنه عندي باب رزق هيك كويسة مثلاً، مثل إنه مثل ما بيقولوا هيك بالعامية بسطة خضرة، بسطة فواكه، دكان بنفس البيت اللي أنا عايشة فيه، إنه مشان ما أطلع يكون عندي مثلاً. أنا كنت قبل اشتغل بماكين خياطة، كنت قبل إنه إذا نهار ماني طالع على الشغل اشتغل وأقدم لأولادي يعني بالإجرة بالخياطة، بس اضطريت بعت الماكينة. يعني لو كان عندي إنه باب رزق إنه ماكينة اشتغل عليها عائدي وأقدم لهم أحسن لي من كل هالتعب، وبتمنى من كل شخص يعني عاش هالظروف، اللي اكيد في عالم لسه عايش اسوأ مني، من كل شخص انه عاش هالظروف هاي ما يفكر انه الحياة خلاص انتهت. لا، يعني صح انا اوقات هيك بتضايق وكنت يعني انضغط على حالي، بس في شيء عن جد بحياتنا بإن استمروا، انتوا خلقتوا لحتى تقووا غيركم. سلسلة بودكاست ستيغما خليكم معي أنا لينا شواف، كل حلقة رح تعيشوا مع قصة حقيقية مختلفة لناس عايشة بيناتنا مرت بتجربة الاضطرابات والمشكلات النفسية. حرر هاي الحلقة لينا شواف وعمل على هندسة الصوت آش سعد. بودكاست ستيغما هو أحد منتجات بودكاست رولانا بالتعاون مع منظمة أوسوم.